للعام الثاني على التوالي يقدم النجم العربي راغب علامة دعمه لطلاب يعانون من صعوبات التعلم، فيكون سفيرا لحملة بدأها مركز سكيلد العام الماضي من أجل دمجهم في مدارس خاصة. وعلامة إضافة إلى مشواره الفني له أيضا مشوار تربوي جعله عرابا لهذه الحملة. خدت قرار من أول الأشخاص اللي بيملكوا مدارس في لبنان أني أعمل هذا الدمج، والحمد لله عملنا كتير نتيجة معهم. يمكن على المستوى يمكن الاقتصادي منا يعني متعبه، يمكن متعبه للمدرسه، بس على المستوى الانساني هذه قضيه لازم كل واحد يقدر يحملها، وكل واحد قادر يساعد فيها يساعد فيها. انا ايمنت بهالشيء، مشان هيك كنت سفير لهالحمله، والحمد لله اليوم عم بسمع انه صاروا 65 مدرسه تقريبا خاصه دخلوا هذا المنهاج. برنامج عرب ايدل اللي هو البرنامج الاقوى والأكثر مشاهدة. وعلى هامش المناسبة لم يغب الموضوع الذي شغل الصحافة في الفترة الأخيرة، وهي انسحاب علامة من لجنة تحكيم أرب آيدل وما رافق الخطوة من إشاعات. برافو. شكرا، الله يخليكم. لو قالت غير هيك أحلام كنت حطلعها برا. شكرا. أنت بتعرف إنه ما في أي واحد يقدر يطلعني برا غيري، أنا أقدر أطلعك برا. الإم بي سي بيتي، و رئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم أخ عزيز وغالي، وستبقى أم بي سي شريكة معي بكل الأعمال اللي بعملها في خرافات مع إدارة أرب آيدل فقط. هذا وأكد علامة أنه ليس بصدد التحضير لأي برنامج جديد في الوقت الحالي. غنوة يتيم، العربية، بيروت.